ثم جاءوا بيسوع من عند قيافة إلى دار الولاية، وكان صبح ولم يدخلوا هم إلى دار الولاية لكي لا يتنجسوا فيأكلون الفصح. فخرج بيلاطس إليهم وقال: أية شكاية تقدمون عليه؟ لو لم يكن فاعل شر لما كنا قد سلمناه إليك. خذوه أنتم واحكموا عليه حسب ناموسكم. لا يجوز لنا أن نقتل أحدا. ليتم قول يسوع الذي قاله مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يموت. ثم دخل بيلاطس أيضا إلى دار الولاية ودعا يسوع. أأنت ملك اليهود؟ أمن ذاتك تقول هذا؟ أم آخرون قالوا لك عني؟ ألعلي أنا يهودي؟ أمتك ورؤساء الكهنة أسلموك إلي. ماذا فعلت؟ مملكتي ليست من هذا العالم. لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود. لا، ولكن الآن ليست مملكتي من هنا. أفأنت ملك إذن؟ أنت تقول إني ملك، لهذا قد ولدت وأتيت إلى العالم لأشهد للحق. كل من هو من الحق يسمع صوتي. وما هو الحق إذن؟ ولما قال هذا خرج أيضا إلى اليهود وقال لهم: أنا لست أجد فيه علة واحدة، لكن لكم عادة أن أطلق لكم شخصا واحدا في الفصح. أفتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود؟